لقيكم الناس كبيرين لاباس عليكم كلشي بخير اموركم هانيه. اليوم جيناكم فيديو جديد ان شاء الله وكنقدم لكم فلاشين ديالي اختي ايمان الله يسهل عليها عندها قناه حبيبتي ايمان اونلاين ايمان اونلاين البنات تدخلوا عندها شجعوها كتسجل معنا كتسجل فويس خويا الفيديوهات زوينين عندها استافدوا منهم لا بغى شي حد واي واحد باغي يسجل شي حاجه يعني يتواصل معاها راه كتسجل الناس وهذا هو اللي كاين نتعاونوا مع بعضياتنا ما كاين حتى مشكل وملي كتلقاو لي زابون ديالها يتفرجوا في الفيديوهات ديالها ولي زابون ديالها يدخلوا عندي يتفرجوا في الفيديوهات ديالي وما كاين حتى مشكل كنتعاونوا مع بعضياتنا وكلشي كيستافد هادشي كلشي في صالح لي زابوني ان شاء الله ماشي كلشي كيجيكم حتى للدار كتفرجوا على خاطركم وكتقرروا فين غتمشيو تقداو ومرحبا بكم المتتبعات النفسيه كترتاح ملي كتبقى تشوف حتى خرجات حسيتي ما تخرج تقدو تقلب وما كتلقايش والبنات تبيها بقى صغيره طابوحه كتقلب جميله الله يحفظك تقلب على الهوتات احسن حاجه الثمن زوين والكاليتي زوينه والمصداقيه عندنا في القناه واللي حاشمني معاهم لي زابوني ديالي كانوا المتتبعين ديالي مرحبا بالله يحفظك الله يخطي اليوم الهمزه ان شاء الله بالنسبه للناس الجداد كنعرفهم بالمحل ما الناس قدام عارفين المحل مرحبا بهم دائما والناس الجداد حتى هما مرحبا بهم قناتهم هي هذه المحل كيتواجد في مدينه قديمه الكره الارضيه كتخلوا الدار ديالكم اونفاس كيبان لكم الصو ديال المدينه علاش البنات كنعطيكم هذا النعت لان كيقول لي شحال من واحد صيفط لي لوكاليزاسيون لوكاليزاسيون ما كايناش في المدينه القديمه الداخل لوكاليزاسيون كتعطيك حدك خارج الصو داخل الصو ما كاينش داكشي علاش مضطرين ان دائما نعاودو لكم من الاول الكره الارضيه كتخلى بالدار ديالك اونفاس كيبان لك الصو ديال المدينه كتهزي عينك كتبان لك واحد السمعه فيها المكنه معروفه اللي حتى البازارات تحت منها كاين واحد الباب صغير كتدخلي كتلقاي دايرين الطبالين مفرشين وكتلقاي قهوه ديال الحوت اي واحد سولتي على المحل ديال امينه غيجيبك حتى لعندي ومرحبا بكم كاملين بالنسبه للي فريزون كاينه في كازا وكاينه خارج كازا في كازا 30 درهم خارج كازا كنجمعوا لا كوموند كنعطيكم نمرات الكونت كتفيرسيو ليا الفلوس زائد 50 ديال الترونسبور والعنوان ديالكم وكتجيكم حتى للدار وهذا هو اللي كاين وواحد القضيه اخرى اللي ما كيديرها حتى شي واحد السلعه اللي بنادم كتمشي حتى عنده خارج كازا الناس اللي خارج كازا كتوصلكم السلعه ما كتجيكش في لاطاي ما كتعجبكش لا كولور ما كيجيكش الموديل كيف بغيتي نتيا كتخلي عندك كتفرجي في فيديو اخر كتعزلي كوموند واحده اخرى كتردي ليا الروتور وكتخلصي عليه وانا كنخلص لك هاد السلعه اللي غتصيفطها من كازا وما كاين حتى مشكل هادشي ما كيدير حتى شي حد حنا كنحاولوا نخليكم على خاطركم اكبر نسبه والله يسخر الجميع كيكون فرحان وكيكون هذا كيبقى في دار وبالنسبه لخويا اللي داير الريحه خو زياد لكن كوموند كنجمعوه بجوج كنتو بغيتو سلعه من عندي ومعند زياد كنجمعوكم كوموند وحده ونصيفطوها لكم الناس اللي خارجين كازا الناس اللي خارجين كازا كنحاول نعاونوهم باش ما يخلصوش جوج كوليات بغيتو شي حاجه من عند اختي حسنة شوب كتخلصوا غير لي فو وكيجيبها لكم وكنجمع لكم كوموند وحده وهذا هو جهدنا عليكم ثلاثة الناس ما كاين حتى مشكل كوموند وحده ب 1000 ريال وحده كتخلصوا غير 50 درهم زائد 30 درهم ديال لي فو بالنسبه لليفو البنات اللي بغات شي حاجه من شي بلاصه اخرى اللي ما كيديروش ليفو تواصل معايا ونعطيها النمره ديالته معقول وظريف يمشي يجيب لكم السلعه وتخلصوه بالليفغور ديالو تضوا مع انه غادي يجيب لكم السلعه حتى من بلاصه اخرى لعندكم وحنا كنحاولوا نسهلوا لكم ولا يخطيكم اليوم ان شاء الله سلعه زوينه سوال كله كلاس ديال 50 درهم ولكن طايت ماشي ما كاينش اللي طاي فيه كل موديل طايت اللي كاين اللي غنقول لكم هما اللي كاينين اللي عجبتها شي حاجه غادي تسكرينيها واللي بغات تجي المحل اكيد تجي مرحبا بها وتقلب في هذه البلايصه هذه الفاسيه اللي فيها الهوته ديالي اختي هذه الفيترينه هذه هذه اللي غتكون فيها الهوته ديال السوال كامله كلها وديك الساعه غتكون كل شيء هنا 50 درهم غتاخذوا السوال اللي بغيتوا تخلصوا لي 1000 ريال وتمشيو بحالاتكم هذا هو اللي كاين اول حاجه غنبداو بها البنات هو هذا شوفوا هذا كيفاش داير هذا راه دومي سيزون تشوف ديالو ستريتش كتلبسيه بحال كولون في هذه لابوند هذه وعنده هنايا هذا كيجي سوطي هذا ما كيجيش طويل كيجي صوتي هذا تقدري تلبسي حتى سبور فهمتي هذا تقدري تلبسي سبور فيه جوج جويبات هنا اللور وعنده جوج جويبات وكاين هاد البنات هاد البنطلون هذا كيجي صوتي حتى هو تشوف ديالو خفيف شوفوا وستريتش بالنسبه لهذا البنات لي طاي اللي فيه 38 فيه 40 فيه 42 وفيه حتى 46 والثمن ديالو 50 درهم شوف تشوف ديالو خفيف البنات هانتوما وستريتش غنحيدو هذا وغادي نشوفو موديل اخر كاين هاد الباج هذا البنات شوفو هذا اللي زوين فيه انه فيه الطول شوفو وتشوف ديالو دومي سيزون ولا طاي اللي فيه فيه 38 وفيه 44 كاينه 38 وكاينه 44 تشوف ديالو لاطوال وكلاسيك ودو بوش في القدام ودو بوش في اللور
دائما الثمن 50 درهم. كاين هذا البنات لا طاي 38 هذاك هو حتى هو كيجي طويل حتى لتحت. هانتوما كلهم هادو اوريجينال هانتوما لي مارك باش تعرفوا فيهم غير بياسه بياسه. بغيت اللي بغات تستافد مرحبا هانتوما. ديك الساعه اللي بغات شي شوميز ديك الساعه ملي تعزي قميجا مريي اختي هذا فيه 38 حيدو هذا غادي ندوزو لهذا البنات هذا 48 سيكون في هاد الصفيفه وهذا التوب ديالو لونا هانتوما دو بوش. ودائما في لي بونطالون كلاس البنات هانتوما وفيه العرض لا طاي ديالته 52 هذا 48 50 ولكن وافي كيلبس حتى 52 ودائما الثمن 50 درهم. اليوم السوار كله ان شاء الله غادي يكون ب 50 درهم. وكاين هذا في الابيض لا طاي ديالته 40 هذا لاطوال فيه هذا الباندا من هنايا. وكاين هذا الابيض هذا البنات هذا لاطوال شوفوا الباندا كيفاش مجموع من التحت وعنده هذه الصديفات هنايا لا طاي ديالته 40 والثمن ديالو كيلبس 40 42 والثمن ديالو 50 درهم. هذا البنات كيتلبس كيجي زوين في اللبسه هذا. وكاين هذا لا طاي ديالو 36 حتى هو الثمن ديالو 50 درهم اون طالون كلاس. وكاين هذا البنات شوفوا هذا فيه واحد السنيسله هنايا في الجنب شوفوا كلهم هاد السيولات اوريجينال والطول ولا طاي ديالته 36 38 حتى هو 50 درهم. هنا البنات غادي تلقاو داكشي اللي بغيتو ان شاء الله. دابا غنكمل لكم في البيض هذا 38 البنات حتى هو شوفوا الفصاله كيفاش دايره نتوما الا عجبها شي واحد سكريني دو بوش والثمن ديالو 50 درهم. وكاين هذا فيه لاستيك كيتلبس شويه سبور هانتوما حتى هو 50 درهم لا طاي 38. وكاين هاد الصفيفه هذا هو لولا شوفوا لا طاي ديالته 38 40 هانتوما البنات حتى هو 50 درهم. اليوم غادي نبرعوكم في 50 درهم ان شاء الله. وكاين هذا الكحل هذا حتى هو لا طاي ديالو 38 40 هانتوما هذا دومي سيزون البنات الثوب ديالو شويه سخيخن لا طاي 38 40 كيجي بحال ستيل بويفرين دائما دو بوش كوتي والثمن 50 درهم. ركزوا معايا غير على القياسات. وكاين هذا البيض هذا البنات حتى هو هذا فيه هذا السنيسله هنا في الجن لا طاي ديالته 36 38 وكيجي طويل حتى لتحت الثمن ديالو حتى هو 50 درهم. وكاين هذا اللون هذا خو داك الزرق اللي دوزت لكم الاول داك البلوغوا وفيه البلوغوا وفيه البلو مارين وفيه هذا اللون يعني اللي لقيتي فيه لا طاي ديالته كتاخذي هذا الاول اللي فيه كل لون فيه طاي في شكل بالنسبه لهذا 38 هانتوما والثوب ديالو زوين البنات واوريجينال 1000 ريال البنات. وغادي ندوزو لهاد الكحل هذا اللي غيتبعو في هاد السؤال هما صحابات 38 40 و 36 شوفوا هاد النوار هذا زوين بزاف كلاس البنات صحابات الكلاس وصحابات المدرسه اللي كيبغوا لينيفورم غيجيو هاد الشيء زوين هانتوما لا طاي 38 40 الثمن دائما 50 درهم. وكاين هاد الغوز هذا لا طاي ديالته 42 حتى هو لاطوال كيتلبس شويه سبور دو بوش وفيه غير لاستيك هنا الفوق هذا كتجي وتلبسي تسدهاش راسك 42 44 الثمن ديالو حتى هو 50 درهم. وكاين هاد الكري هذا هانتوما حتى هو لا طاي ديالته 42 44 والثمن ديالو 50 درهم. وكاين هذا في هذا الحزام هذا هنايا حتى هو لا طاي ديالته 38 على مارك ديالو باش تبان لكم هانتوما
هذا كيجي طايح وطلبات كيجي واعر ملبوس والتوب ديالو طايح حتى هو 50 درهم. وغادي نشوفوا هذا حتى هو في النوار عنده لاشين ديالته هنايا السنسله هنا في الجنب اللي كيتحل نتوما وعنده بلاصه ديال السمطه الا بغيتي ديري ليه السميطه وبغيتي ديرها ليه بلاش. الثمن ديالو 50 درهم ولا طاي ديالته 38. وعندي هذا التوب ديالو سخيخ ندير البرد هذا البنات التوب ديالو ستريتش وباط ديف من التحت هذا بياسه حتى واحد اللي كاينه لا طاي ديالته غتكون 40 42 42 ها هي 40 42 والثمن ديالو 50 درهم وفيه الطول البنات البنات اللي قصار وغيجيهم واعر البنات اللي طوال سمحوا لي. شوفوا هذا امبريمي هذا كندير 100 درهم مابقاوش فيه بزاف هذا اللي هو 50 درهم واللي خذات هذا تحاول تاخذ لي هاد لاشوميز هادي ها هي باش تجيكم اللبسه زوينه القميجه ب 50 درهم والسوار غتاخذوه ب 50 درهم. بالنسبه للطاي ديال هذا 36 38 هذا البنات 36 38 وستريتش والثمن دائما 50 درهم. بالنسبه للبلو اللي قلت لكم هو هذا هذا البنات راه طاي كبيره لا طاي ديالته 48 ها هو 48 وستريتش اللي عجبتها شي حاجه مرحبا ودائما الثمن 50 درهم. وغادي نشوفوا هاد الكحل هذا انتوما حتى هو لا طاي ديالته 38 انا كنشوف لا طاي واللي زوين في هذا طاي اوت هذا غير كنشوف انا كنحس السول كنعرف القياس ديالها ما كيحتاجش غير كنبغي نتاكد من لا طاي وصافي. وكاين هاد الكري هذا كلاس كيجي واعر البنات بلي باس الناس اللي ما كيبغوش السول المزيرين كيجي لارج الثمن ديالو 50 درهم ولا طاي ديالته 42 44 والتوب ديالو طايح. وكاين هاد التوب هذا ستيل افريكا حتى هو ستريتش حتى هو 50 درهم لا طاي ديالته غتكون 38 40 هذا 38 40 اللي عجبتها شي حاجه مرحبا. وغادي ندوز لكم واحد لي كاب شوفوا هاد لي كارديغون هادو البنات هذا اللي طاي كيلبس حتى ل 48 50 والثمن ديالو 1000 ريال والثوب ديالو كريب دومي سيزون في هاد الباندا هنا كاين هاد اللون وكاين هاد الموطار هادو بقات غير كميه محدوده مبقاش بزاف وكاين الكحل البنات اللي عجبتها شي حاجه مرحبا. وغادي ندوزو لهذا كاين هاد الكسيوه البنات زوينه كدير 50 درهم لا طاي اللي فيها 36 38 كاين هاد 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 الكومبين في الموسلين حتى هو داير 50 درهم لي طاي لي بقاو فيه 36 بقات فيه 38 وكاين هاد الكري حتى هو كومبين في لاطوال بقات فيه 36 38 حتى هو داير 50 درهم. بالنسبه لهاد السلعه كنتمنى تكون عجبتكم ان شاء الله. مازال غنوريكم عاوتاني مره اخرى غنوريكم هذا باقي هذا ما بغيتش ندير لكم فيديو طويل غنخليو غير هذا حتى نعاود لكم فيديو اخر ونكمل معكم السلعه ديال 50 درهم. هذا حتى هو 50 درهم فيه لي طاي 38 40 حتى 42 ودائما الثمن 50 درهم. وغنزيد لكم واحد الباج هذا هذا هو شوفوا هذا الباج هذا البنات هذا كلاس كيجي زوين بزاف وعندي فيه حتى الصاي ديالو حتى هو 50 درهم لا طاي ديالو 36 36 البنات. غادي نوريكم واحد الصاي حتى هي زوينه عشاق ديال الصاي هذه البنات كتجي صديفات في الجنب شوفوا هادي واعره البنات هادي التوب ديالها لونها كتجي حتى للركبه خطيره كتلبسيها مع شي ديباردور ولا هذا كتجي فنه. غنوريكم واحد ديباردور غيجي البنات هذا كيجي خطير مع هاد لاجيب هادي وكتقدر دير معاه اون بتيت فيست في البوردو ولا في الكحل كتجي اللبسه فن. هذا بالنسبه لهذا 50 درهم لي طاي اللي فيه 36 38 40 والصايه 50 درهم فيها حتى هي 36 38 فيها جوج طايات البنات هادي 36 38 وكتجي حتى للركبه. كنتمنى تكون هاد السلعه عجباتكم والهلا يخطيكم فيديو اخر ان شاء الله ومرحبا بكم كاملين.